ألانا ثبت تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1-2 الجديد 2023 سبورتس اتش دي الناقلة لمباراة مصر والجزائر على جميع الأقمار الصناعية. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب المصري ومنتخب الجزائر الودية والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهتم العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بالبحث عن تردد قنوات أبو ظبي لعام 2023 لقيامها بعرض جميع المباريات الهامة في بطولات كرة القدم، بالإضافة إلى البرامج التحليلية والتغطية الشاملة للبطولات العربية والعالمية. ويهتم الكثير من متابعي كرة القدم بتنزيل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم. سوف نقدم لكم معلومات حول جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية. تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2023 يثير اهتمام العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم معرفة تردد قنوات أبو ظبي لعام 2023، حيث تقدم هذه القنوات مجموعة واسعة من المباريات الهامة في البطولات العربية والعالمية. وفي هذا المقال سنقدم لكم قائمة ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حتى يتسنى لكم مشاهدة البطولات والاستمتاع بالبرامج التحليلية المميزة المقدمة على هذه القنوات. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 اس دي القناة أبو ظبي الرياضية 2 القمر الصناعي النايل سات التردد 12226 الاستقطاب أفقي معدل الترميزي 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 أسداس الجودة اس دي. تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 القنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 القمر الصناعي نيزات التردد 12467 الاستقطاب أفقي معدل الترميزي 27500 معامل تصحيح الخطأ 3 أرباع الجودة HD. قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية. تهتم العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بمعرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية لعام 2023. من المقرر أن تقوم القناة ببث مباراة ودية بين مصر والجزائر، وهذه المباراة تأتي كجزء من التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026. ومن خلال التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية نيلسات وعربسات،